بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. راح نستعرض وظائف وتركيب العضيات الخلوية، وراح نعرض شيء بسيط جدا عن الرايبوزومات، طبعا تعتبر من العضيات. تركيب الرايبوزومات عبارة عن حبيبات صغيرة داخل السيتوبلازما الخلايا، تتكون من مادة اسمها الران والبروتين، وأيضا الحمض النووي الران، ونوع من أنواع البروتين متطور جدا. الوظيفة تدخل في تخليق نوع من أنواع البروتين، طبعا مو بروتين واحد، تقريبا تخلق أغلب البروتينات الموجودة داخل الجسم. أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الدرس البسيط. أيضا راح نشرح بعض الدروس القادمة في استعراض عامل وظائف التركيب العضيات، وراح نقطع الدروس علشان يسهل البحث عنها.